انا كده بسجل. طيب عموما ده مراجعه للي فات، يعني ما قلناش، مش كاتب حاجه على السبوره جديده. انا بحب دايما من وقت للتاني كده ابتدي المحاضره بمراجعه. ليه؟ علشان اتليست الواحد ما يتوهش في الماثيماتكس الكتيره، واقدر ان انا احط لك هايلايتس لاهم الكونكلوجنز اللي وصلنا لها في المره اللي قبلها. طبعا ما فيش شك ان اهم كونكلوجن يعني هو ابتدينا بيه هو الاوبزرفيشنال فاكتور بتاع هابلز لو، اللي بيقول انه all points in the universe based on the assumption of homogeneity and isotropy move away from each other following this parameter. بشويه انالوجي قدرنا نلاقي علاقه لما افترضنا ان احنا بنتكلم على expanding sphere. انا شايف الناس داخله اهو، ابتدينا لقينا علاقة لطيفة قوي ما بين الهابل بارامتر وبين something we are calling the scale factor، وهي ان الهابل بارامتر is the derivative of this scale factor with respect to time divided على scale factor itself. العلاقة دي هتطلع هي هي في لما نيجي نعمل relativistic treatment للموضوع ده. حاجة انتوا صلحتوها لي المرة اللي فاتت ومعرفش انا كنت عاكسهم في دماغي ازاي، ان السكيل فاكتور از دايمنشنز. دي نقطه مهمه قوي، يعني يمكن كنت متلخبط شويه لان كنت بتكلم على السفير، وساعتها السفير كان سكيل فاكتور از ذا راديوس اوف ذا سفير. لكن ان اور يونيفرس لو ابتديت من هابلز لو وعملت ديريفيشن العلاقه ما بين هابلز لو وبالسكيل فاكتور، هلاقي انه اتس دايمنشنلس بارامتر، خلاص، يعني اتس تايم ديبندنت. جنرالي سبيكينج انت تقدر تحول السكيل فاكتور لي دايمنشن فول بارامتر لما تيجي تضربه بكونستنت. هذا الكونستنت اللي هو كاي هاز يونتس اوف بلانكس واسمه الكو موفينج كوردينيت. عاده بنفترض ان الكو موفينج كوردينيت ده از ا كونستنت، ات دازنت تشينج. يعني معناه ايه؟ معناه اتس ذا ديستانس بتوين ذا بوينتس ات اني جيفن تي ايكوال ان ساتش ا فاليو ذات از ايكوال تو 1 اسينشلي. يعني لما تيجي تقول لي A is equal to 1 يبقى انت الديستنس ما بين البوينتس اللي بنتكلم عنها اللي هي جالاكسيز او كلاسترز اوف جالاكسيز از جاست كاي. ذاتس واي اتس اسمه كو موفينج بارامتر، نو ما ذير موفينج توجذر. يعني عندي ولا عندك؟ طيب نكمل الحقيقه شويه اسئله اثيرت لطيفه قوي، يعني رفعت اظن رفعت اسمك مش كده؟ ايه اللي بيزل ده؟ حد تاني سامع ده غيري ولا انا بس؟ هو كان في حد اسمه احمد كده. الو؟ ايوه يا دكتور معلش. ايوه الو؟ هو احمد كان بيحاول يجوين اوكي. طب نستنى حد هيجوين من بره يعني؟ لا هو موجود هنا. طيب ماشي. فرفعت انا رفعت صح؟ رفعت ولا رأفت اللي كان لسه بيكلمني من شويه؟ اثار شويه اسئله لطيفه. هو كان بيقول انه طب الكلام ده كله مش يعني ما فيش ريلاتيفيتي في الموضوع لسه، واحنا عمالين نأد فيلوسيتيز بطريقه جليليه وبطريقه بتاعت سنه اولى. يعني الكلام ده صحيح، لكن هنكتشف اكتشاف لطيف قوي ان حتى لما نعمل ريلاتيفستك تريتمنت الثلاثه دول ما بيتغيروش، هيطلعوا هم هم. خلاص؟ دي نقطة مهمة قوي لازم نبقى فاهمينها. وتقول لي طب الله يبقى انا هنا ما عنديش upper limit للفيلوسيتي، وده ده 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 بتكلم بقى على ان اليونيفرس is expanding could be at the speed of light بقى، وممكن اسرع من speed of light. الاجابة the universe actually can be expanding faster than the speed of light. هل ده بيتعارض مع الريلاتيفيتي اللي الكلام ده المفروض هيطلع منها؟ لا ما مش بيتعارض. ليه يا عم؟ ازاي مش بيتعارض؟ لان حضرتك عندك هنا في الريلاتيفيتي الاسامبشن بتاع الماكسيمم سبيد هي سبيد اوف لايت، ده جاي ما بين بوينتس موفينج ان سبيس تايم. لكن لما تيجي تقول لي سبيس تايم نفسه، سبيس تايم نفسه هاز نو ابر ليميت اون هاو فاست ات كان اكسباند. هتقول لي انرجي وكونسرفيشن اوف انرجي، هقول لك يعني الكلام ده كله محسوب ويعني في تفاصيل يمكن ادفانسد جنراتيفيتي ممكن هتدرسوه. طيب احنا لسه مش هنخش على الريلاتيفيتي دلوقتي، احنا هنكمل كلامنا فيري كلاسيكال. واللطيف برضو اللطيف بسبب ان حكايه ان الريلاتيفيتي ما بتاثرش على السرعه دي، ان كتير من الكونكلوجنز اللي هنوصل لها من النيوتونيان اناليسيس بتطلع هي هي ان ذا ريلاتيفستيك اناليسيس، ما بتتغيرش كتير. ف اتس فيري يوزفول
to study things from a point of view of Newton. زي ما قلنا المرة اللي فاتت, أنا working in an infinite, expanding, infinite دي فرضية مانيش متأكد منها, ولكن هفترض إنه على الأقل كبير قوي. Expanding دي observational fact, it is expanding. Homogeneous وisotropic برضو فرضية, برضو فرضية, ولكن فرضية تدعمها الأدلة. وان مودرن تايمز, وده تكملة لإجابة السؤال اللي سألهوني رفعت من شوية, in modern times there is every indication from analysis of the مثلا cosmic microwave background ان احنا فعلا عندنا homogeneity and isotropy. فالموضوع مش 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 مجرد فرضية غير مثبتة خلاص, لا, في some evidence that supports it يعني. طيب وايه تاني؟ هنقول انه كمان مليان dust. انا عرفت الدست المره اللي فاتت وقلت لك والله الدست is the assumption ان كل البوينتس اوف ماتر بتاعتنا اللي هي clusters of galaxies, انت بتتكلم على سكيل رهيب جدا, clusters of galaxies are not rubbing against each other. وهفترض كمان ان انا عندي negligible pressure, عشان مش عايز اتكلم على البريشر دلوقتي, هتكلم عليه بعدين. تاني الدست هنا فرضية زي ما تقولي بالونة ومليانة غاز, والغاز دوت is such a way that its pressure is very small compared to its density, compared to density. الحقيقة الكتاب بيسمي density epsilon, Greek letter epsilon, أنا ما عرفش ليه بس همشي بالكتاب عشان خاطر ما بقاش فيه لخبطة. عادة معظم التريتمنتس بتسميها رو عادة يعني, بس مش مشكلة, انت دلوقتي by now انت دلوقتي متعود على الكلام ده. طيب هنأناليز ازاي كلاسيكالي بقى؟ والله في يعني زي ما تقول كده ايه جدانكن اكسبيرمنت دمها خفيف. جدانكن اكسبيرمنت يعني thought experiment, يعني ما هيش حاجة انا عملتها في الواقع, ولكن it's consistent with what I know. هذه الجدانكن اكسبيرمنت بتقول لك ابتدي من نقطة ما وليكن إحنا, ولما أقول إحنا أنا بتكلم على يعني our cluster of galaxies يعني our local point. وافترض معايا إن أنت النقطة دي is the center of a very large sphere كده, virtual sphere, مش حاجة محددة يعني, زي ما تقول Gaussian surface, سفير كده وبتاع. والسفير دوت هذا radius هسميه R. طيب عظيم, لو انا عملت السفير ده large enough, لو انا عملت السفير ده large enough, يبقى انا هنا هبعد عن كل المؤثرات الغير اللي ملهاش علاقة بتمدد الكون, واقدر افترض ان السفير ده is expanding along with space and time. برضو كويس, فده السفير بتاعي. طيب زي ما قلنا انا اي distance in space I'm going to assume another activity as a constant multiplied by the scale factor of the entire universe. وبالتالي انا ممكن ابتدي ان انا اقول ان هذا الR is equal to chi, some constant, multiplied by the scale factor of the universe. كبداية. أنا هعنون النقطة دي يعني هسميها us مثلا. إحنا هنا في النقطة دي. We are observing this very large sphere. زي ما قلت لك دي جدانكن اكسبيرمنت. يعني أنا آخري في الـ actual experiments so far ان انا بعت Voyager و Pioneer ووصلوا لأطراف المجموعة الشمسية في 40 سنة, فان انا عشان اعمل سفير بالسكين اللي انا بتكلم عليه بحيث ان احنا هنا galaxy او cluster of galaxies, ده حاجة ما اقدرش اعملها النهاردة غير انها تبقى just a thought experiment يعني. عايز انا اعمل ايه بقى؟ انا عايز احلل الكلام دي, عايز احلل الوضع اللي انا فيه واقول لنفسي والله دلوقتي ايه اللي بيأثر على هذا السفير, او ايه اللي بيأثر على هذا السفير. الاجابة اللي بيأثر على هذا السفير حاجتين, اولا السكيل فاكتور بتاعي, ثانيا
أكيد the density of the matter in the sphere and outside the sphere, the density of the matter of the universe برضو بتفرق معايا. يبقى أنا هنا لو قدرت إن أنا أجيب some kind of equation that controls the scale factor from analyzing the sphere, we'll get to some kind of equation that controls the density from analyzing the sphere. يبقى أنا هنا عملت complete Newtonian cosmology. ما قدرش يعني نيوتن ما قدرش يديني أكتر من كده. كنت عايز أقول إيه؟ كنت في حاجة على بالي دلوقتي كنت عايز أقولها ونسيت. السؤال الثاني. طيب هل اللي بيأثر على السفير جاي من جوه السفير بس ولا من بره السفير ولا الاثنين مع بعض؟ قالك والله منطقيا ممكن نقول كله، بس أنا هفترض وده فرضية ليها إثبات، هفترض إن الإفكت الجرافيتيشنال إفكت اللي جاي من بره cancels each other. بمعنى إن أنا لو حطيت بارتكل على طرطوفة السفير دوت، أنا هفترض إن this particle's motion is dictated only by matter inside the sphere. فرضية، هل ليها proof؟ ليها عدد اثنين proof. في proof الكتاب بيتكلم عنه which is a relativistic proof مش هتكلم فيه دلوقتي، وفي proof تاني جاي من Gauss's law. حضرتك عارف Gauss's law in electrostatics؟ Gauss's law in electrostatics يقول لك ايه؟ يقول لك if you close an area of a volume of space with an arbitrary sphere, only the charges inside have an effect on the electric field on the sphere. انا اقدر اطبق الكلام ده يا عم electrostatics، انت ما بتكلمنيش electrostatics، اقول لك ايوه ما انا عندي Gauss's law I can apply to any vector field whatsoever gravitational ولا لا. بس كل حكايه ان انا بدل ما اتكلم على electric charge انا هتكلم على mass content. ولذلك انا بفترض ان الماس كونتنت انسايد ذا سفير از ذا اونلي كونتنت ذات افكتس وات هابنز اون ذا سفير اتسلف، وهسمي الماس كونتنت بيج ام، يعني كل اللي جوه السفير ايا كان احنا واللي حوالينا والحتت اللي حوالينا هسميها بيج ام. وبرضه هفترض ان بيج ام دي از يونيفورملي ديستريبيوتد، ما انت دست بقى واخد بالك، انا ما فيش بقى عندي حته مور ماسف ذان اذر. This is very uniform. دي الفرضية بتاعت الدست on the scales اللي بتكلم فيها. طبعاً أنا لو دخلت في scales أقل يبقى أنا هنا بقى بخش بقى في تكوين الجالاكسيز وبخش في تكوين السولار سيستمز والبلانيتري سيستمز، ما بقاش الموضوع uniform. لكن on a scale زي ما قلنا اتفقنا أول مرة 100 ميجا بارسكس and larger، أنا أقدر أقول إن الماس inside the scale is uniform. طيب حلو، كفاية تعريفات بقى وكفاية رغي. How do I relate these things to each other؟ أقدر أبتدي أقول لك إيه؟ أقول لك والله في علاقة واضحة وصريحة ما بين الـ density وما بين الماس. Since everything is nice and uniform, then density necessarily is mass over volume of the sphere. وطبعاً volume of the sphere is 4/3 pi r cubed. ما تنساش إن r is time dependent. حلو ايه ده؟ ده انا خلصت، ده انا جبت العلاقه اللي انا عايزها. لا انت ما جبتش العلاقه اللي انت عايزها، انت حضرتك جبت علاقه لها علاقه بالسفير ده بالذات، لكن انا العلاقات اللي عايز اوصل لها اللي بتحدد لي ابسيلون وبتحدد لي ايه، عايز اطلع منها this virtual sphere، عايز اخليها كلها related to the universe as a whole without reference to which particular sphere you have done. فانا بتقدر ابتدي العب بقى، يعني مثلا من اللعب اللي اقدر العبه ان انا افتكر ان بيج ار از كاي تايمز اي، فانا اقدر هنا اروح حاطط والله البيج ماس بتاعي از 4/3 باي كاي كيوبد اي كيوبد. ادي النكست ابديت اوف ذيس ايكويشن. بتخش في اللعبه برضو شويه كونفنشنز، يعني مثلا من الكونفنشنز اللطيفه يجي يقول لك ايه؟ choose a certain time t0. مثلا مش ضروري بس مثلا now دلوقتي حالا، وعرف الفاليو بتاعت الكلام ده now خلاص. فهقول ان now a
evaluated at T0 أنا حسميها A0. It's a constant. It is the value of the scale factor right now. ونفس الشيء epsilon and a value of T0 حسميه epsilon 0, اللي هي الدنسيتي of this sphere اللي هي أنا بفترض إن هي homogeneous and isotropic, فهي the density of the entire universe كمان right now. خلاص الكونستنت دي علاقتها ببعضها واضحة وصريحة إن epsilon 0 عوض في المعادلة دي is m over 4 thirds pi chi cubed a 0 cubed, مع تذكر إن chi is a constant, وبالتالي دي علاقة ما بين a bunch of constants. طيب أقدر بقى إيه إن أنا أخد الكلام ده وأعوض بيه, يعني أنا أخد بدل ما أتكلم على علاقة ما بين إبسلون والماس مثلاً, إحنا اتفقنا أنا عايز أطلع السفير بره اللعبة, فحركة من الحركات اللي ممكن أعملها إن أنا أجي أقول والله إذا كانت العلاقة دي صحيحة يبقى أنا أقدر أقول إن الماس is equal to إبسلون 0 multiplied by the constant دي, وأروح واخد كده ومعوض هنا. لما أعوض هنا my equation gets considerably simplified. Epsilon as a function in time becomes some constant, which I'm defining to be the density right now, multiplied by some constant, which I'm multiplying, implying to be the scale factor right now, over the general scale factor all cubed. طلعت أنا اللعبة, طلعت أنا السفير من اللعبة. طلعت السفير من اللعبة, أنا طلعت من السفير as a thought construct علشان أقدر أشتغل, إنما أنا طلعته من اللعبة تماما بصورة مبدئية. معادلة من هذا النوع أنا هحطها في بوكس, هحطها في بوكس. أنا لاحظ إن الحاجة اللي بحطها في بوكس بعتبرها معادلات مهمة, الحاجة اللي بحطها في soft frame كده soft box ده كلام جانبي مش 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 ضروري الواحد يحفظه ولا يفتكره ولا يركز فيه. هذه المعادلة أنا بعتبرها is a conservation of matter and energy law. It's a conservation law. وهثبت لك دلوقتي إنه it's a conservation law. Matter and matter بس لا matter وenergy, ما إحنا بقى يعني إيه صحيح إحنا لسه بنتكلم classical, بس أنا هعتبر إنه بما سيحدث في المستقبل ال matter includes ال energy كمان content. يعني كل الفوتونز اللي طايرة وكل حاجة بقى إيه داخلة في الابسولوت دي. It's a conservation law. It tells me if you start at a certain time where you know the value of the density of the universe epsilon zero, and you know the scale factor of the universe a zero, even as the scale factor a gets larger, the universe is expanding, epsilon gets larger as one of over the cube of the scale factor. That's a conservation law. That's a way that evolves, tells me how density evolves with time. Another اكتبه بصورة أحسن من كده شوية كمان. Another رجع يقول والله طيب عادةً عندنا في الفيزياء conservation laws are differentials, يعني derivatives, differential equations. ممكن لو سمحت اكتب لنا الكلام ده في صورة معادلة فيها شوية تفاضلات عشان خاطر احنا متعودين على كده. طيب يا عم بسيطة قوي, خد الـ time derivative of this, يعني مش حدودها, يعني take the time derivative of epsilon. خلاص دي يبقى epsilon dot اللي انت عايز توصلها d epsilon by dt. خلاص عظيم, انا عندي constants طلعها بره الderivative, اشتغل على مهلنا epsilon 0 a 0, وبعدين d by dt of 1 over a cubed, d by dt of 1 over a cubed ينزل لي negative 3 ويرفع لي a to the negative 4, وبعدين da by dt ما ننساش ال chain rule كمان شغال معايا, واقدر اظبط الكلام ده شويه لو حبيت ان انا اظبطه. اجي اخد الكونستانتس بره واخلي epsilon 0 معاها, اقدر اخد a 0 مع 3 من دول, وهقول لك ليه دلوقتي انا بعمل الحركه دي, وهاخد a دوت مع الايه اللي فاضله هنا, يبقى a دوت على a. اول ما كتبته بهذا الشكل انا بقى ايه فلطتهم بطريقه, يعني انا عارف انا عايز اوصل لايه, فانا فلطتهم بطريقه بحيث ان انا بص كده اقول الله ده اتش اهو,
ده مش بس كده اتش اهو ده كمان ابسلون اهو. وبالتالي الـ continuity equation my conservation law انا اقدر اكتبه بهذه الصيغه in the time derivative of the density of the universe at any given time is always negative according to this analysis يعني. Always negative 3 times h times the density itself. And يا عم differential equation مش كنت عايز differential equation ادي differential equation وهعنوينها هسميها Newtonian continuity equation. لان انا وانت عارفين ان كلمه continuity equation معناها it's a conservation law وانا I'm going to relate it to something more familiar in a second. More familiar in a second. طب حلو قوي ده انا اقدر بقى احل واقدر اعمل شغل وبتاع. طيب ازاي اوضح ان دي continuity equation؟ انا بحب اعمل حاجات احيانا by analogy to things that we're more familiar with. You probably didn't see this continuity equation before. بس you know this one. شفتها فين قبل كده هذه المعادله ممكن تكون شفتها في مليون حته والله ممكن تكون شفتها في كلاسيكال ميكانكس لو الدنسيتي دي از ا دنسيتي اوف ماس وده اسمه فلو اوف ماس وممكن تكون شفتها في الكتروداينامكس حيث الدنسيتي دي از ا تشارج دنسيتي وجي ده از ا كرنت دنسيتي جي مشهور امبير بير متر سكوير بس بصفه عامه This is a continuity equation. اقراها ازاي؟ انا بحب قوي اقف كده قدام المعادلات واقول طب ماشي وين ايه ده ديريفيشن؟ صباح الفل يا فرحتي. انا اقرا الكلام ده ازاي؟ اقراه ان انا اقول لنفسي ان this is a time change of a matter content. معناها ايه؟ معناها ان الماتر كونتنت اللي هنا اللي في الدنسيتي رو انا ممكن اسميها ابسلون ما عنديش مانع. اللي الدنسيتي ديت is changing with respect to time. طب لما هو يتشينج with respect to time إذا كانت matter and energy are conserved ده معناها إن there is a flow of matter somewhere لما تيجي تقول لي أنا عندي شوية ماس هنا والماس ده عمال يقل ما هو مش بيختفي يعني أكيد طالع في حتة يعني طالع إزاي؟ طالع ريتيا دي بقى كده يعني ما عندي سيمتري بقى لطيفة كده هو طب ما ده الدايفرجنس اللي بيقول إن في حاجة طالعة فأنا أقدر أقول إن العلاقة ما بين تغيير الماس ينتج عنها a flow of current هذا الكرنت ممكن يكون ماتر ممكن يكون تشارجز حسب انت الكونتكست بتاعك بتشتغل فيه ازاي بليز انتربت مي اني تايم انا بحاول ان انا اريليت ده وهوريك دلوقتي ازاي بحاجه شفتها قبل كده عشان لما اجي اقول لك دي كونتينيوتي ايكويشن تبقى مقتنع انها ات از كونتينيوتي ايكويشن اذا ما كنتش مقتنع اوريدي طب اريليت دي لدي ازاي اولا معلش بعد اذنك هخليها ايبسلون علشان خاطر هو هنا مسميها ايبسلون دي نمره واحد نمره اثنين عاده بقول ان الجي اللي هو الكرنت فلو is proportional to the density and proportional to the velocity flow of that density. How fast is this matter particles traveling? انا باخد الكلام ده واحطه فوق واخد بالك واوصل بعد ما اعوض هنا اهوت اوصل لمعادله شكلها كده تساوي negative divergence of v times epsilon itself. حلو الله طب ما انا الصيغه اللي انا وصلت لها دي شكلها شبه الصيغه دي انا اقدر اثبت ان الدايفرجنس اوف في خلي بالك انا بعمل ثينجز باي انالوجي الكلام ده مش دقيق قوي ان في بروبورشناليتيز وبتاع ولكن هل انا اقدر اثبت ان ذس از ريليتد تو ذس سام هاو شور طب ما انا عارف ان عمك هابل بيقول لي ان في از اتش تايمز ار طيب حلو خد الكلام ده وعوضه at any given instant in time هتبقى epsilon dot is equal to بدل v بدل divergence dot v هيبقى عندي negative h divergence of r multiplied by epsilon ده كل اللي عملته اللي خدت دي ورحت عوضها again كلام مش دقيق قوي انا بس بثبت لك او بوضح مش عايز اسميها بروف عايز اسميه ديمونستريشن
ان this is indeed a continuity equation. طب حلو قوي، ايه r؟ r is a position vector. حضرتك درست في الفيكتور كالكولس، what is the divergence of any position vector؟ فاكرها دي ولا نسيتها؟ ها؟ سلام عليكم، هاد الناس اللي صحصحة exactly right. الله طب معايا ما هي الثلاثة اللي انا ناقصاني هنا اهو، يبقى انا نتيجة الكلام ده ان this is negative 3 h times epsilon exactly like I concluded من الاناليسيس بتاع السفير. هنا الكونكلوجن بتاعي ايه؟ الكونكلوجن بتاعي ان yes this is a continuity equation. It is conservation of matter energy in a classical sense. In a classical sense. يعني انا عارف ان انتوا مصحصحين وعارف ان انتوا اسكيه وميبي يو didnt need to see this to convince yourself this is a continuity equation. If not انا احييك. انا عن نفسي احب دايما اوسط الحاجه لنفسي، احب اوسط حاجه لنفسي معادله اخد شويه رموز مرميه جنب بعضها هفهمها ازاي، افهمها بان انا اشوف حاجه اسهل منها او ليها علاقه بحاجه شفتها قبل كده واقدر اريليت ذس بالذات. Makes it easier for me. Hopefully that helps you. طيب حلو، اه حلو خلاص وصلنا للمعادله الكونتينيوتي ايكويشن. فاضل ايه يا عم الحاج؟ والله ارجع ابص في الليسته بتاعت الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها واقول لنفسي الله طيب ده انا عايز بس مش بس ديفرنشال ايكويشن للماتر، ده انا عايز كمان ديفرنشال ايكويشن للسكيل فاكتور. طب اعملها ازاي بقى ديفرنشال ايكويشن للسكيل فاكتور دي؟ انا بقى علشان انا متعود في الكلاسيكال ميكانكس ان انا اطلع الايكويشنز بتوعي ان السكند ديريفيتيف، هدور على معادله تكون بتديني السكند تايم ديريفيتيف اوف ذا سكيل فاكتور، هسميها الاكسلريشن اوف ذا يونيفرس. طبيعي لما يكون عندي سم كايند اوف سكيل او سم كايند اوف ديستنس واحطها ان كوتس لان دي مش ديستنس ذات سكيل فاكتور دايمنشنلس، لما اخد التايم ديريفيتيف بتاعه مره يبقى فيلوسيتي، لما اخد التايم ديريفيتيف بتاعه تاني مره يبقى اكسلريشن. انا هسميها اكسلريشن اوف ذا يونيفرس مع مراعاه انها دايمنشنلس كوانتيتي ايه اصلا، وبالتالي اليونت بتاعها ديت از 1 اوفر تي سكوير، ما هياش ديستنس اوفر تايم سكوير، لذلك بحطها كده ان كوتس. طيب هعملها ازاي الكلام ده؟ ارجع للسفير الاصلي بتاعي اهو، السفير اهو، وانا راح حاطط هنا اهوت ماس فاخر. وانا مش شايفكم ليه؟ انتوا شايفيني؟ الو الله، انتوا رحتوا فين يا جماعه؟